بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحديث عن الفليكس فيديوز. الفليكس فيديوز واحدة من ضمن النقط الجميلة خالص في الفاونديشن علشان تبتدي تعمل تخلي الفيديوهات بتاعك ريسبونسيف أو فليكسبل بالنسبة للشاشة اللي راح تتعرض عليها، يعني علشان تبقى متجاوبة مع حجم الشاشة، بمعنى إنها تكبر أو تصغر بناء على حجم الشاشة اللي راح تعرضها. طيب اللي احنا محتاجينه علشان نبتدي نخلي الفيديوز بتاعتنا فليكسبل ان احنا نحطها جوه ديفيجن يا جماعه، تمام؟ يعني كمان شويه هشتغل على وسم اي فريم او رسم ادراج الفيديو من بره، يعني ماشي اوكي. الديفيجن بتاعي هاخد الكلاس اللي اسمه فليكس هايفن فيديو، تمام. كل اللي انت محتاجه لما تيجي تحط فيديو معين علشان تخليه ريسبونسيف ان انت تديله الكلاس اللي اسمه فليكس فيديوز ديت، فليكس فيديو ده يا جماعه. طيب اوكي، الجانب الثاني انا راح نستخدم فيديو مثلا من اليوتيوب علشان نمثل على الفكره دي. لو انا مثلا رحت على اليوتيوب ورحت على الشير، لو انا ضغطت على الشير يا جماعه ورحت واخد وصم الاي فريم بتاعي ده بكوبي، تمام، ورحت للسورس كود بتاعي ورحت عامل بيست على طول لوسم الاي فري. طبعا انا مش هعمل اي حاجه في الوسم بنفس الاسبيكتس بتاعته، ابتدي اعمل بس كنترول اس واروح على الكود تبعي، ابتدي اعمل ريفرش، الاقي ان الفيديو يا جماعه لما واخد الخاصيه بيجي مشدود على الشاشه كلها، على الشاشه كلها، ف بيجي حجمه كبير جدا. لكنك لما بتيجي تعمل له ريسايزنج بتلاقيه يبقى ريسبونسيف معاك، يستجيب معاك في المسألة دي. فلو حضرتك عايز تعمل الفيديوز بتاعتك استريتش على الشاشة كلها. طيب الجانب الثاني، القيم الافتراضية للفليكس فيديو الكلاس ده يا جماعة انها بتبقى 4 ل 3 الاسبيكت ريشيو، لكن لو حضرتك عايز تخليها 16 ل 9 فهنروح نضيف وايد سكرين، هنضيف الكلاس اللي اسمه وايد سكرين. فالوايد سكرين ده يا جماعه بيخلي الاسبكتس بتاعتك بتبقى ادي السيناريو 16 ل 9 كده، من 4 ل 3 ل 16 9، ونفس الفكره بتاعت اني انا لو جيت اعمل له ريسايزنج راح يبقى ريسايز معايا الفيديو فليكسيبل، فاهمني؟ ده السر اللي انت تحطه جوه الوسم ده. فدي بتفيد يعني ساعات في تأثيرات الفيد لما تضغط على الفيديو عشان يظهر لك بشكل كامل مثلا، يعني بشكل تركيبي. ده الجانب. الجانب الثاني، لو حضرتك كنت ناوي بقى تدرج فيديو بس اكشولي مش من يوتيوب بنفس الاداء، من فيميو. فيميو واحد من ضمن برضه المواقع الجميله جدا في مساله الفيديو هوستنج، برضه موقع رائع بس يعني بيغلب عليه جانب البيزنس شوي. المهم انا رحت الفيميو وبرضه بنفس السيناريو هضغط على علامه الشير، ومن علامه الشير هنزل على امبيدد وهلاقي وسم الاي فريم. انا ممكن اعمل كنترول برضه فيه، يعني ممكن اتحكم في ظهور الحاجات العجيبه ديت، التايم لاين، العلامات بتاعت الشير. انا هسيب كل حاجه زي ما هي واخد بس وسم الاي فريم، وسم الاي فريم ده بكوبي، وابتدي اروح على السورس كود بتاعي وهبتدي اعمل له بيست واعمل كنترول اس. الكود اكبر شويه من اليوتيوب لانه فيه شويه فيتشرز تاني، الفيديو والحاجات المكتوبه عليه ومساله المشاركه وان انت تضيفه في القائمه بتاعتك كده. يمكن تكون الناس يعني لو عملنا بريفيو دلوقتي هنشوف الفرق ما بين البلاير، الشكل بتاع الفيديو بتاع يوتيوب، وبين الشكل بتاع الفيميو ده لو الناس ما شافتوش بالفعل في المثال. ادي البلاير بتاع الفيميو يا جماعه، اللايك والواتش ليتر والكوليكشن والشير والبلاي والاتش دي والفول سكرين والصوت والشرير التمرير، ده البلاير بتاع فيميو. طبعا البلاير بتاع يوتيوب حضراتكم اكيد كلكم يعني مش غريب علينا. الشاهد انا بعد ما ادرجته جوه مساحه العمل بتاعي ناقص اني احط الكيورد بتاعتي في فيميو، اني ابتدي اقول له هكتب له اسم الموقع يا جماعه، هكتب له كلمه فيميو بات الكلاس سبيسيفيك علشان يديني الستايلز الخاصه بفيميو ديت يا جماعه. فانا لو رحت مثلا على الموقع بتاعي حاولت اعمل ريفرش للصفحه في هلاقي اني ادي القصه بقت وايد سكرين
بالحجم الكامل بنفس الرجعه بتاعت فيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.